ولا يستوي خمس دقايق زياده أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام من قلب المسجد الأقصى المبارك. مباشر الآن تم تقييد الدخول للشباب المقدسي والشباب كافة من جميع المناطق. من أسوار البلدة القديمة ممنوع دخول الشباب، من شباب البلدة القديمة ممنوع الدخول ما دونها ما فوق 35 عاما، ما دون 35 عاما ممنوع الدخول. هذه الإجراءات للمضايقة على المرابطين داخل المسجد الأقصى المبارك وإتاحة الدخول للمستوطنين براحة دون أي نزاعات. Yeah.
عليك الطوافف. انك قاعد الأوضاع الآن مستقرة إلى حين فتح باب المغاربة لاقتحام المستوطنين. سبب تحديد الأعمار الدخول، الأعداد شحيحة داخل المسجد الأقصى المبارك الآن. إلى الآن الوضع مستقر داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك. ابقوا معنا وتابعونا فنوافيكم بتم الأحداث إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.